ايه رأيكم في الجو اللي انا عامله ورا لوكيشن زي الفل؟ الموبايل مش عايز يسكت. ثواني، ازيكم من امبارح؟ عاملين ايه؟ وحشتكم. انا من امبارح كله عمال يكتب لي في الكومنتات مستنيينك بكره مستنيينك بكره مستنيينك بكره، وناس وصلت لي على الفيس وكلمتني وبتاع، ف شكرا ليكم كله. النهارده انا عايز اكلمكم بقى عن تجربه من التجارب اللي انا عشتها وعشتها لفتره كده قبل ما خلصتها. واحسن حاجه ممكن ابدا بيها كتجربه واقدر افيدكم بيها قوي هي تجربه اللغه، لان كانت تجربه جملي شويه. ليه عايز اكلمكم بقى عن تجربتي في اللغه؟ لان في ناس كتير بتكلمني وبتسالني وتقول لي انت خلصت اللغه ازاي، بتدرس في الجامعه، عامل ايه الجامعه، عامله معاك ازاي وانت بتتعلم بالالماني. فكان في اسئله كتير بتتسال منكم، فهكلمكم من الاول خالص. انا بدات اللغه ازاي؟ انا دماغي في الاول كنت عايز اسافر المانيا وادرس فيها، لان شايف ان التعليم فيها احسن و و و الى اخره الكلام اللي انتم عارفينه طبعا. فبدات اللغه ازاي؟ انا ما كنتش اعرف حاجه اسمها معهد جوته، ما كانش في جروبس على الفيسبوك بتقول ان في كورسات لغه عند حد معين او بتاع. فكنت بدور في اعلانات الوسيط، الكلام ده في 2013 تقريبا، لقيت في مدرس بيدي كورس لغه في مكان معين، فكلمت واحد صاحبي وواحد صاحبي جاب واحد صاحبي، فعملنا مجموعه ورحنا اخذنا الكورس. الكورس كان اقرب للدرس بتاع ثانويه عامه من ان هو كورس، فما كنتش بستفاد منه قد كده، بس كنت مواظب عليه لان انا نفسي اسافر وادرس في المانيا والحاجات الاحلام دي. فالكورس ما كملش وانا مليت بعد فترة طويلة، ولقيت كله أصلا ما بيجيش، كنت ساعات بروح لوحدي، فالمدرس فكس وأنا فكست فتلغى الموضوع. تردم على اللغة سنة كده ورجعت في 2014 تاني عايز أتعلم لغة، بس عايز أتعلمها صح بقى. فلقيت إن في حاجة اسمها معهد جوتا، لأن أنا في الكلام مع المدرس في الكورس كان بيتكلم إن إحنا هنتعلم عشان نخش امتحان معهد جوتا ومش عارف إيه، فكنت لامم شوية معلومات إن في أماكن فيها كورسات لغة ومعتمدة ومش عارف ايه. فقلت انا مش هتعلم في مكان اي كلام، لازم اتعلم في احسن حاجة في الكون موجودة في مصر ساعتها. وحظي الحلو ان انا من اسكندرية، فكان في فرع المعهد جوتا في اسكندرية، فساعتها كان معايا عبد الله، طبعا انتوا عارفين عبد الله يعني غني عن الذكر. رحنا مع بعض، لقينا شفنا الاسعار، لقيت السعر ب 2650 جنيه، طبعا دلوقتي اغلى بكتير، بس كان الرقم ده بالنسبة لنا صدمة. وكمان كنا فاكرين ان هو هيدينا فيه A1 و A2 و B1، يعني التلات مستويات الاولانيين، كنا متضايقين كمان من كده. واذ نفاجأ ان احنا في كل مستوى لازم ندفع 2650 جنيه. تفتكروا عملنا ايه؟ انا بصراحة كنت يعني لقيت الموضوع صعب قوي، و 2650 جنيه كتير كتير، خصوصا ان انا كنت في جامعة خاصة فاجيب منين. بس دخلت الكورس، ربنا وفقنا وجبنا الفلوس ومشيت في الكورس الحمد لله. الكورس كان كويس جدا، انا مكنتش بذاكر قد كده لان انا من طبعي ان انا مش بذاكر المذاكرة اللي هي الدح، انا بشوف ايه اللي انا محتاجه واعمله وخلاص يعني من الاخر. بس جوه المحاضرة او جوه الكورس نفسه ببقى كده بص باصص كده ومركز، مفيش اي حاجة في الدنيا تحصل بقى، انا مركز في الكورس وتفاعل مع الكورس بقى وعيشه. المهم طك 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 الحمد لله نجحت في الاي 1، جبت درجه تقريبا من اعلى الدرجات اللي في الكورس. اي 2 نفس الفكره، بي 1 كله كان خايف في الامتحان، انا ما كنتش فارق معايا يعني، حضرت كده اي كروته كده للامتحان ودخلت، لان الكورس اصلا بتاع البي 1 كنا احنا طول ما احنا ماشيين في الكورس احنا بنتعلم وبنتدرب ان احنا نخش الامتحان، فانا مش محتاج اعمل حاجه زياده. وكان الكورس فعلا بيظبطني للامتحان، بغض النظر طبعا ان هو بيظبط اللغه، لان المعهد جوتا كانت طريقته في الشرح غير طريقه اي حاجه في الدنيا. حتى هنا في الجامعه وانا بيتشرح لي هنا في الجامعه انا ما شفتش الشرح تفاعلي زي معهد جوتا. فدخلت الامتحان نجحت فيه وجبت فيه درجات كويسه مش وحشه باقل مجهود ممكن، فبنت عندي شخصيه ان انا محتاج ان انا اكون ماسك كتب كتير وبذاكر وبدح واجيب كتاب من هنا وكتاب من هنا ومش عارف ايه. كان دايما هو الكتاب الاكاديمي، هو كان اسمه كتاب منشن، ده كنت شغال فيه خلاص على كده. ممكن بقى لو هفني الغرام ان انا اشوف فيديو اشوف فيلم اروح اشترك في مكتبه معهد جوتا اقرا لي كتابين، يعني كانت حاجات كده ايه حواليه بسيطه. ده غير ان انا ما كنتش بذاكر قد كده، الكورس زي الفل تفاعلي زي ما قلت فبيحفظنا كل حاجه. جيت جبت القبول، قدمت وعديت من السفاره وسافرت. جيت هنا بقى المانيا كان الكورس، كنت قلت بقى هيبقى احسن من جوتا وحاجه مدمره وهستخدم اللغه مع الناس وبتاع، لقيت ان كل ده فاكس.
دخلت الكورس، الكورس عبارة ان احنا قاعدين دايرة وفي شوية تفاعل بس مش زي جوتا خالص، فطبعا كان حاجة عالية قوي بعد كده نزلت، فبالنسبة لي انا بقى اقل. هو طبعا ممكن يكون احسن من كورسات كتير في مصر غير معهد جوتا، بس لا انا شايف ان هو مش احسن من معهد. فكملت في الكورس وبرضو كنت معتمد ان انا امشيها كورس بس، وان انا ما ادورش بقى على مصادر خارجية ولا اقرا كتب ولا ازيد. وكمان المستوى البي 2 دوت مستوى عظيم كده، يعني نقلة من ان انت لسه مبتدئ شوية او لامم نفسك اللي لا انت رايح بقى انك انت تستخدم اللغة وتعيش حياتك بيها. فكان الموضوع دوت مكنتش مدركه شوية، فدخلت الكورس كان ماشي يعني هو شغال، بس نجحت كده يعني على الحركرك بالحظ تقريبا بتكملة بي 1 اللي انا كنت عامله في مصر. يعني لو انا مكنتش شاطر في بي 1 مكنتش عديت في البي 2 كده. رحت للسي 1 بقى، السي 1 ده مستوى يخض كده مكهرب، في حاجات غريبة ومجعلصة وحاجات لازم انت تحسها علشان تقدر تتعامل بيها. يعني هي في معنى ضمني للكلام، ومش والاحسن تكتب كده ولازم تكتب كتير، وطريقتك في الكتابة تكون محتوى علمي يعني هو بيأهلك للكلية يعني مستوى مفتري شوي. والمستوى ده بقى انا ما نجحتش فيه، فكانت اول خبطة في اللغة. انا متعود طبعا ان انا على طول شاطر في اللغة وماشية وزي الفل، فما نجحتش فيه. فحاولت اخد كورسات تاني وبتاع، وعملت تحديد مستوى في مكان تاني. المهم المكان التاني دوت هو جامعة ماربورج، ودي ما فيهاش حاجة اسمها سي 1، هو في حاجة اسمها بي 2 بلس. فده كان الكورس اللي اخدته، اخدته فيه نجحت برضو. مش عايز اقول ان انا ما كنتش بذاكر، لحد ما كنت بذاكر بس برضو انا من جوايا حاسس ان اللغة ما ينفعش بقى امسك الكتب واذاكر وادح، وانا اصلا طبيعي في اي حاجة في الدنيا كده ان انا ما بعرفش، لازم بالتعامل وبالتفاعل والحاجات الغريبة دي. فما نفعش معايا الكلام ده، بس نجحت يعني نجحت فيه وعديت. جيت بقى في المشكلة ان في امتحان لازم تعديه غير المستويات دي كلها، اسمه الدي اس ها، او امتحان اسمه التيس داف. التيس داف ده يعتبر تويفل الماني، فده لازم اعديه. وده بقى ايه الدنيا خربت فيه شوية. يعني انا عشان اعدي الامتحان بغض النظر عن مستواي، مستواي كان كويس يعني كله كان بيشهد ان انا بعرف اتكلم بعرف اتعامل بسمع كويس بفهم، بس الامتحان مش مجرد مستوى لغة بس، الامتحان كمان عايز تحضير وتحضير صح. ف اخدت كراش كورس للامتحان، ما كانش كفايه خالص الدي اس ها، فخيشت فيه خرتقت في الجزء بتاع القرايه. فبدات بقى ايه النفسيه تقع، ايه ده انا في المانيا ومفروض ان انا بنجح بقى والدنيا ماشيه حلو وزي الفل وانت هتبقى جامد وشكلي قدام اهلي بقى خربان، واروح امتحن تاني امتحان بقى من غير تحضير. فكانت مرحلة مهببة بستين نيلة من ساعة ما خلصت اللغة وبحاول انجح في الامتحان. المهم قعدت احاول واحاول واحاول واحاول. كان عندي مشكلة ان انا ازاي اكتب، دايما مشكلتي في اي حاجة حتى في العربي ان انا اكتب. لما كنت بتعلم انجليش الكتابة برضو هي الضيعة، عكس ناس كتير يقولك انا ما بعرفش اسمع ما بعرفش اتكلم، مع ان دولت اكتر حاجتين انا مستواي عالي فيهم الحمد لله. المهم حاولت حاولت حاولت، وفي الاخر يشاء ربنا ان في امتحانين لازم امتحنهم، لان انا في امتحان نتيجته هتطلع بعد لما الامتحان التاني امتحنه. فامتحنت الاتنين ونجحت في الاثنين، والاثنين دولت اللي هما الدي اس ها والتيس دا، فمعايا الشهادتين. فجأة انا كنت بموت على نص شهادة بقى معايا الشهادتين، سبحان الله ما اعرفش حصلت ازاي. ممكن انا لو ادخل في الامتحان دلوقتي حالا ممكن ما نجحش فيه عادي، كان الامتحان حاجة واللغة حاجة. دي كده كانت المراحل اللي انا اخدتها باختصار وفكرة عامة انا كنت عامل ازاي. طب تمام اكلمكم بقى انا كنت بتعامل مع اللغة ازاي. خلينا في المرحلة الاولى اللي هي وانا كنت في مصر. في مصر كانت اللغة لسه في الاول ايه الغربال الجديد لي شدة، وكان مستفزة شوية يعني بس كانت ماشية. فكنت بحاول اكلم نفسي واكلم الحيطان واكلم صحابي واكلم اهلي واكلم اللي معايا في الشغل، اكلم كل الناس على قد ما اقدر بالالماني اللي انا عارفه. كان في واحد زميلي معايا في الشغل، كنت انا اصلا بشتغل في معمل، فكان هو الريسبشن بتاعي، كنت بكلمه بالالماني اما اجي ارد عليه فيقول لي العفريت الالماني طلع عليك. كنت بقعد اضحك ضحك من الكلام ده، فكان ده حاجه قويه جدا ان انا اثبت الكلمه. بس برضو التقدم بيكون بطيء كل ما تمشي، يعني انت في اول كام حصه انت بتلاقي نفسك انا اتعلمت كلمات وبتاع وبتاع، بس معدل النمو طول ما انت ماشي في المستويات بتحس ان هو بيقل. يعني انت في الاول بتبقى طالع كده وبعد كده بتبدا تنحني كده وتمشي بقى واحده واحده. يعني دلوقتي انا معايا شهادتين لغه، بس معدل زيادتي في اللغه عشان اوصل للنيتف، لان طبعا انا مش نيتف،
فعشان اوصل له لا بطيئة شوية يعني، محتاجة سنين ومحتاجة تعامل كتير عشان اقدر اوصل له. وده مشكلة الناس ما بتحسش بيها وما بتبقاش مدركاها بمعنى اصح. يعني اما بيكونوا داخلين الكورس، ايه ده انا ما بزيتش، انا مش حاسس ان انا هتكلم زي الناس دي. يروح يحضر مثلا دردشة في معهد جوتا، يلاقي ناس سي وان وبتتكلم وبرطم ومش عارف ايه، وانا لسه ايه تو، انا مش عارف اقول كل نص الكلام، انا مش فاهم حاجة، ويبدأ ييأس. فده طبيعي، انت المفروض اللغة بتزيد واحدة واحدة وبعد كده بتبقى بطيئة، فانت ما تتوقعش ان هي تحصل من يوم وليلة. نيجي بقى لايه، لاستخدامي اللغة نفسها. يعني انا دلوقتي انا ايه ظروفي مع اللغة بعد ما خلصتها وفي الجامعة وكده. هقول لكم الاول رد فعل الدكاترة، ان احنا كان في طلبة اجانب يعني في الكلية في بداية الدراسة قالوا لنا لو انتوا مش فاهمين حاجة قلت بسرعة حاولوا تقولوا لنا ان احنا نعيد. بس مع الممارسة ومع التكرار وانت متعود الدكتور بيكلمك بالالماني، حتى لو انت ما فهمتش كل حاجة بتصلح الكلمات اللي هو قالها في النص كده وتخترع لها معنى من الكونتكست بتاعها، فزي الفل يعني، العملية ماشية مفيش صعوبات. وحتى لو في انت كده كده بترجع تذاكر وبتشوف ايه اللي انت اخدته ممكن تترجم. فانا شايف ان اللغة في الكلية اسهل بكتير من لغة الامتحان. الامتحان بيصدمك مرة واحدة يقول لك انت عليك وقت محدد تحل دوت ولازم تكتبه جرامر صح ومش عارف ايه. لكن انا دلوقتي انا ممكن اكتب مثلا بحث 12 صفحة غير الامتحان اللي هو كان بيبقى صفحتين ثلاثة، بس بغلط جرامر براحتي، بكتب براحتي، المهم المعنى بيوصل للدكتور وهو مدرك ان انت طالب اجنبي، فاكيد مش هتكتب زي الطالب الالماني. انا الالمان نفسهم ساعات وهم كاتبين بلاقي غلطات جرامر، فاهم؟ مش هي القصة القوية زي ما انت بتتعلم اللغة. فهي في الكلية انا شايف ان انا ما عنديش اي مشكلة في اللغة. انا بقى نفسي بعد لما خلصت ودخلت الكلية، هل انا بزود اللغة بتاعتي؟ لا انا مش بزود حاجة، انا سايبها كده ايه منطلقة بتعاملي مع الكلية، مع قرايتي للكتب العلمية، حياتي عامة فيها تعامل لغة، ده اللي ايه ممكن يكون بيزود شوية. في نفس الوقت انا لحد دلوقتي انا مش بالع الالماني قد كده يعني، انا شايف الانجليش برقبته، فكفاية الماني كفاية عليا ان انا في الكلية وبدرس، فده اللي انا شايفه يعني. في كام نصيحة بقى انا عايز اقولها لكم علشان لو انتوا ماشيين في اللغة ما تتربوش، ما تتبهدلوش، ما تتعبوش سكة الرخمة اللي انا عديت فيها ديت. اول حاجة انكم ما تيأسوش بسرعة، يعني انا مش عارف اتكلم لغة، انا مش عارف، انا مش فاهم، كل ده طبيعي، كلنا بيحصل معانا كده، كل اللي اتعلموا اللغة كانوا في الاول كده، فما تقلقوش من الحتة دي. تاني حاجة، وانتوا بتتعلموا او خايدين التجربة ديت لازم يكون حد معاكو مصر تشدوا ايد بعض انكم تكملوا، لانك انت لو انت لوحدك هتلاقي نفسك بتنتخ والاكتئاب ممكن يصيبك، لكن انتوا الاتنين مع بعض ممكن واحد يكتئب شوية التاني يشده، اللي شده يكتئب بعديها ده يشده، فمع بعضكم هتمشوا تكملوا للنهاية. حاجة كمان، انكم لما تيجوا تتعلموا ما تخافوش تغلطوا، يعني ما تخافش تتكلم تقول الجملة جرامر غلط، اللهجة بتاعتك غلط، دي ما فيهاش اي مشكله في اي حاجه، انت بتتعلم، هو الطبيعي انك بتتعلم فلازم هتغلط، طبيعي جدا، فما تخافوش من الحته دي. واخر حاجه بقى، ودي يعني نصحت بيها نفسي قبل ما انصحها لكم، ان عادي ان الواحد يسقط وهو في الامتحانات بتاعه اللغه، بس الامتحانات دي ما بتحددش حاجه غير انك انت اتدربت على شكل الامتحان مع شويه مستوى في اللغه. ده لازم تفهموه، الامتحان مش كل حاجه، لازم تفهموا النقطة دي كويس جدا علشان تقدروا تكملوا وتفضل تحاول لحد ما تكمل. انت ليك هدف، عايز تدرس في ألمانيا، عايز تدرس هندسة مثلا، يبقى خلاص انا قاعد ببذل كل مجهودي وبطلع كل اللي عندي حتى لو ما نفعتش من اول مرة، ان انا لازم اعدي من الامتحان دوت واروح لهدفي. كده انا خلصت الفلوج، انا مش عارف هو حاسه كده قلب فيديو شرح كده، مش عارف، بس هو دي تجربتي يعني، كنت عايز اقولها لكم، ومستني تعليقاتكو على شكل الفلوج بالطريقة ديت. وكمان لو حد عنده أسئلة يسألها لي في الكومنتس تحت، ممكن أعمل لها فيديو تاني كيو ان ايه أرد على أسئلتكو، لأن ممكن أنا مكنش لميت كل حاجة بخصوص اللغة، بس أنا قلتلكو الكلام اللي أنا من جوايا حاسه. ماشي، أشوفكم إمتى بقى؟ بكرة يمكن. يلا سلام. صحيح، قبل ما أنسى، ما تنسوش بقى ايه، تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، لان انا داخل على 1000 سبسكرايبر اهوت، عايز اعدي بقى واروح للمراحل الجديدة. ما تنسوش.